ما مخطط ومهما لم ما بقرب نهائيا، حتى لو كانت كان قبل ما تكون اسري ان احنا ما بنقرب على نهائي ان احنا بحاضرها. ما بقول حاضرها من ناحيه الانسان وكان اسري وغير ذلك، انما هو ما عنده هيك عضلي، ولكن ان احنا بحاضرها حتى بمي السر. نعم. موضوع التغذية خصوصا انه في حالة الاخوان محطوط كثير مقادير السكر، هذا النقطة المهمة أحسن الله يجزيك خير ويعطيك العافية، هي أكبر ذلك. في خلاف الموضوع، مو خلاف الموضوع مفروض، يعني أمور النحل مفروضة نهائيا نهائيا، أما الرسالة النصرية فهي ذلك. يجب نحن بنقلد الرحيق بداية الحكيم، يعني في حد أقصى السكر قتل المي، كاس مي كاس سكر. في ناس بقول لك لا أنا ما بحطش طوبة بدي أحط، لا أنت ما الموقف الصحيح بالتغذية التنشيطية السكر قد المي، وإذا كانت المي أكثر سكر لا تنشيطية، يعني إذا كانت كاسين مي كاس سكر لا تنشيطية. وبتعرفوا يمكن قربتوا مع أخوات أكثر باحث في الوطن العربي الدكتور محمد الربابعة من الأردن، دكتور أردني مختص بالنحل. كان كاتب تطلع الموضوع هذا، يعني مستفيد جدا من الموضوع. ويمكن الجو طبيعه الطقس له دور. طبعا طبعا بالصيف اذا بدي انا نزلت البيت قسمنا كل واحد منكم كنت صار خمس سنين بدك تغذي بالصيف. التقاسيم بشكل دائم قسمت على ثلاث اطارات بدك تغذيها بشكل دائم. فبالصيف نحن شلون هلا بنخاف الرطوبه، بالشتي بنخاف الرطوبه، واكبر ناقل ومزعج للنحل الرطوبه. شلون بالصيف؟ الصيف بالعكس تماما، نحن بالصيف بحاجة ماسية للمحافظة على الرطوبة القليلة، ويفضل وضع كيس نايلون وملفوف الإطارات. أنا زرت مناحل تركية كثيرة، يعني المنطقة اللي رحت عليها زرت بكذا مرحلة. ما في القليلة ما هو محطوط كيس النايلون مباشرة. بجوز واحد يقول لي أنا بدي أحط بطانية، البطانية بتحافظ على الرطوبة أكثر من كيس النايلون. لا يعني معناتها ما في داعي لا احد يحط في سكر ولا بطانيه، الافضل في النايلون. نحن بالصيف فوق الاطارات مباشر لازم نحط في النايلون. هي اغلب النحالين يعني بكره عندنا هي بصير مشان كثير كثير نحل،